السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع فتنة المال والبنون. هما فتنتين في الدنيا ربنا جعلهم اختبار وابتلاء للناس، فتنة المال وفتنة البنون. فتنة المال بتبقى بوجهين، ان ربنا بيختبر صبرك، هل انت هتقدر ان انت تكتسب مال حرام وتأكل بيه أولادك، ولا هتصبر وهتستمسك بأنك تأكلهم من الحلال فقط. دي حاجة. الحاجة التانية، ربنا برضو بيختبر صبرك، هل انت لو عندك كتير أو قليل هتقدر تبذل من اللي عندك وتطلعه صدقات أو تطلعه لوجه الله، عسى ان هو يكون ادخار ليك في الآخرة ولا لا. دي فتنة المال. وطبعا فتنة المال برضو احيانا بتتشابك او بيحصل بينها وبين فتنة البنون اوفرلاب. فتنة البنون بقى بتبقى برضو بوجهين. الوجه الاول ان الناس بتحب اولادها قوي، بتبقى مفتونة بهم قوي، بتبقى عاملة زي المغناطيس، مجذوب لابنه وفرحان بيه وبحركاته وبشكله وبلبسه كده يعني. وبأفكاره كمان. الجانب الآخر من الفتنة أحيانا بيبقى العكس، بيبقى الأهل بيحاولوا يحطموا شخصية الأولاد، بيبقى الأهل بيحاولوا إن هم يضعفوا أولادهم، لما بيشوفوا فيهم القوة بيستفزهم الموضوع ده، لأنه بيحسسهم إن هم كبروا في السن، وبالتالي بيحاول إن هو يضعف شخصية الولد أو يتعامل معاه بأسلوب مستفز علشان يخليه يعني يتقلص او يحصل له شرينكج، وده بيخليه كل ما يحس ان هو صغير بحس ان الاهل كمان ما كبروش، يعني الناس اللي هي بتتحدى الزمن. فبتبقى الفتنة بالشكل البشع ده. في طبعا ناس بتأذي اولادها، زي الناس اللي بيبيعوا بناتهم مثلا، زي الناس اللي بتروح تبلغ عن أولادهم، زي الناس اللي أصلاً ما بتفرحش بأي حاجة إيجابية لأولادهم، ودايماً بيكونوا بينصفوا الآخرين برا على حسابهم. طبعاً دي فتنة ربنا بيحاسب عليها، فتنة المال وفتنة البنون ربنا بيحاسب عليهم هما الاثنين. وربنا طبعاً له موازين قسط، ما فيش حد بيتظلم. وكمان يعني لازم الناس تفكر في الموضوع ده كويس، وتحسب تصرفاتها، وتشوف هي هتختار ايه، لان بناء على اللي انت هتختاره هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. فكروا كويس في اللي انا قلته لكم، وحبيت الفت نظركم واحلل لكم الفتنتين دول، لان هم دول اللي بتدور حواليهم الدنيا كلها. شكرا.